الأرامل والمطلقات اللي بيقع على عاتقها، كاهل مسؤوليات كتيرة جدا من أولاد وغيره. إذا في تعدد، هيبقى هنقلل شوية من المتاعب بتاعت الحياة عليها، وإن هي هتبقى في تحت مسؤولية زوج، وإن كانت زوجة تانية أو تالتة أو رابعة. والله رأي كلام حضرتك؟ حضرتك صح، ودي وجهة نظر جيدة جدا وجميلة، وفعلا دي من فوائد التعدد، ان تقليل نسبة غير المتزوجات في المجتمع. ولكن زي ما قلنا، الانسان لا يلجأ لكده الا لو هو عنده غلبة الظن، يعني يغلب على ظنه ومتأكد من نفسه ان هو هيعدل، مش هيكون ظالم. لان هو لو لم يتأكد من ان هو عنده القدرة على العدل فيتجوز واحدة ويخش يجرب، لا، الموضوع مش مفتوح فيه. فأحيانا يا دكتور كتير، حتى وهو معاه واحدة بس بيبقى يعني ساعات بيبقى فيه ظلم ماشي، ده كتير، مش يعني كتير بيبقى واحدة بس وبيظلم، أو ما هو بيظلم، وفي رجال كتير بيظلموا حتى أبنائهم. نفس المبدأ، الشرع بيقوله، الفقهاء بيقولوا، من اللي راح يتجوز، من ذهب للزواج وغلب على ظنه أنه يظلم امرأته أو أنه لا يقوم بحقها، يحرم عليه الزواج. يحرم. نفس القضية، يعني أنا ما اتجوزتش خالص أهو، ولسه رايح أقول يا هادي، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا عارف من نفسي أن أنا لا بتاع مسؤولية ولا بتاع خلفة ولا بتاع زوجة، والحق أنا عييت، أنا مرضت، بطني بتوجعني، ظهري بيوجعني، وديني الدكتور، أنا حامل، أنا بتوحم، مش عارف إيه، ابنك إيه، ودي الواد المدرسة، هات وجيبه. عارف أن أنا أصلا كائن مش بتاع مسؤولية، يبقى يحرموا عليا الزواج. ليه؟ لان انا هجيب واحده وهجيب عيال اظلمهم. فالشرع حريص في القضيه دي، لذلك الفقهاء قالوا ده مش من الزوجه الثانيه، ده من الزوجه الاولى. قالوا من الزوجه الاولى، انت حضرتك رايح تتجوز، هتخبط الباب وانت عارف من نفسك ان انت كائن لعبي مش بتاع مسؤوليات، ما تروحش تتجوز. محدش بيبقى شايف في نفسه اي شيء غلط، دايما بيبقوا شايفين نفسهم هم احسن لا شيء. لا، بالعكس، بالعكس، الانسان مهما كان بيحاول يوهم نفسه، لكن هو بيكون من قرارة نفسه، عارف ان هو حمل الحاجة زي كده ولا لا، وعنده القدرة على تحمل مسؤولية زي دي ولا لا. فيحرم عليه ان يغش نفسه وان يغش بنات الناس. حرام. طبعا يحرم ده. طبعا. فده جوابا على سؤال حضرتك. طب لما بتقولي واحد ممكن يتجوز واحده ويظلمها، ايوه، فاحنا بنقول اصلا واحد. من البدايه ان كان هو عنده ما عندوش القدره ان هو يعملها المعامله التي تجب عليه كزوج نحوها، ما يتجوز. زي نفس الشيء، لو واحده تقدم لها واحد يتجوزها وهي عارفه ان هي ايه، دلوعه وهانم ومش بتاعه جواز، ما تتجوزيش، حرام عليك، ما تضريش الناس. ونيجي نتجوز وتخلفي لك عيلين وتتطلقي، والافلام اللي احنا بنشوفها دي، فخليكي عند بابا وماما، كلي عيش وحلاوه وتبسطي هناك وعيشي حياتك، بس ما تتجوزيش وتوجعي ايه قلوب الناس معاكي.